أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية في الكلام مبروك وبوابة أخبار اليوم، والكلام في هذا اللقاء عن الفرق. الحقيقة إحنا كان عندنا مادة، المادة دي كان اسمها وما زال طبعا اسمها الفرق الإسلامية. أنا ما زلت أذكر شكل الكتاب البرتقاني اللي إحنا درسناه في ثانوي، والعنوان الفرق الإسلامية، السنة، الشيعة، معتزلة، الجبرية، ماتريدية، الأباضية. شوف فرق إسلامية، يعني السنة فرقة إسلامية، والشيعة فرقة إسلامية، والمعتزلة اللي بيقولوا مرتكب الكبيرة ملوش توبة. تخيل تخيل فرقة إسلامية ملوش توبة، يقولوا كده، يقولوا ده ملوش توبة. تخيل تخيل المعتزلة، يعني اللي ارتكب كبيرة لا تقبل توبته، عند أهل السنة تقبل ونص وثلاث أرباع. لكن شوف الخلاف اللي بين السنة وبين المعتزلة بتوع واصل بن عطاء، رهيب جدا. ومع هذا محدش نسي الطوبة وضرب التاني، ولا مونيتوف ولا حد عمل كده. اعتقد ان احنا لما نتحول الى فرق متناحرة لا يمكن نبقى فرق، ده احنا نبقى احزاب، وربنا نهى عن التحزب، الكل حزب بما لديهم فرحون. عايز اقول لكم ستر في الاصل، وبعدين تعرفوا ان كل الكلام ده ما كانش لازم يحصل. الاصل الاصيل ان لا في فرق اسلاميه ولا في احزاب اسلاميه ولا في شيء من هذا القبيل نهائي، في حاجه اسمها امه واحده. القرآن الذي في آية قال يا أيها الشيعة، ولا قال يا أيها السنيون، ولا يا أيها المعتزلة، إن هي إلا أسماء سميناها نحن وآباؤنا، ما أنزل الله بها سلطان، السلطان بتاع ربنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمر الذي يدعونا جميعا إلى شيء من التأمل في هذا الأصل الأصيل، كتلة صلاة الجماعة، الصيام، القرآن الكريم منبع للكل، والمأساة اللي محدش يعرفها ان في بعض الفرق بتبقى منسوبة الى اشخاص. يعني زي ما قلنا المعتزلة جت من كلمة اعتزلنا واصل، اللي هو واصل ابن عطاء، فاعتزل الاشاعرة ولقب من اجتمعوا معه بالمعتزلة، ده الأصل. والشيعة الذين تشيعوا لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ورضي عن سائر الصحابة أجمعين. الملفت للنظر ده اللي عايز يبقى عنده نيلة نظر، إن القرآن الكريم بالنسبة إلى الأشخاص، القرآن الكريم بالنسبة إلى الأشخاص له موقف، موقف محسوس جدا، انه لم يذكر واحد باسمه من الصحابة الا زيد بن حارثة. ده لان القصة جليلة والحكم حكم شرعي، وهو التفريق بين زوجة الابن الذي طلقها وهو من الصلب، و الأخرى التي طلقها الابن وهو من التبني. أنت بتكفل واحد، يعني مفيش تبني طبعا دلوقتي، لكن أنت بتكفل واحد وبمنزلة ابنك، وبقول لك يا بابي حتى، وجي طلق رانيا، رانيا دي محرمة عليك، ولا ابنك اللي أنت اتجوزته وخلفته لو طلق شادية تبقى شادية؟ إيه الفرق بين شادية ورانيا؟ رانيا دي ممكن تتجوزها، اللي هي مرات ابنك المطلقة، وابنك ده مش ابنك، فانتازية يعني.
انما شاديه دي بنت ابنك اللي هو من صلبك محرم عليك ليوم القيامه، يطلقها الواد لا يمكن انت تتجوزها، وانت لو اتجوزت ليلى مستحيل عيل من عيالك يتجوزها، لاني ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، يعني لا تتزوجوا من تزوج ابوك. اوعى تجوز واحد يتجوز مرات ابوه بعد ابوه يطلقها بعد ابوه ما يموت، لا يمكن. الواد مات في حياه ابوه او طلق مراته، استحاله. زيد الوحيد المذكور عشان الموضوع اللي انا قلته، أبو بكر الصديق أجل الناس نمرة 2 بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده عمر. يقول لك نزلت فيه هذه الآية، يعني في سورة التوبة، إذ يقول لصاحبه، ما قالش إذ يقول لأبي بكر. ده للي عايز إيه يبقى عنده نظر، ما قالش أبو بكر ليه؟ طب أنت ممكن تكون صاحب النبي وانت من اخر التابعين، الصحبه ممتده، صاحبه بعمايلك واخلاقك واتباع سنتك، من الرحمه بالمسكين ومن توقير الكبير، دي صحبه. وزيك المفسرون حطوا قاعده يقول لك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبره بالعموم. وسيجنبها الأتقى، يعني هيجنب النار ومش هيروح فيها، الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. كل الدنيا نزلت في أبي بكر الصديق، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال شو سيجنبها أبو بكر، عشان تفضل مفتوحة اليوم القيامة، اللي عايز يتجنب النار يتصدق. عموم، احنا ما استفدناش من العموم، احنا عندنا كل واحد عايز يلاقي اسمه في القرآن، فاتبعنا اهواءنا باتباع الاشخاص، احنا ما عندناش شخص يتبع، لكن عندنا معنى يتبع، وكل من يندرج تحت هذا المعنى نتبعه. قال الله تعالى واتبع سبيل من اناب الي، واتبع سبيل من اناب الي، من أناب إلى الله يبقى محمد ويبقى تامر ويبقى تسوقي ويبقى عبد الرحمن ويبقى الحاجة ليلى، واتبع سبيل من أناب إليه. والسبيل يعني الطريق، لكن اللي قال سبيل حسن شكشوكة ولا حسين فتلة ولا علي بوم، لا فيش كلام ده خالص، مفيش كلام، في سك. ولما جه عبر عنه في سورة يوسف قال قل هذه سبيلي، ما بقتش سبيل حد الا سبيل محمد، يا سبيل ربنا. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، مش سبل بني ادمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن يجمعنا دائما على كلمة سواء، أمة واحدة وراية واحدة، إذا اختلفت تختلف، لكن ليس في شقاق وحرب. وإلى لقاء كريم، أستودعكم الله، شكرا لكم.